إذن مشاهدينا، هذه اللقطات مباشرة الآن، بدء مراسم مغادرة الرئيس عون القصر الجمهوري حيث تنتهي ولايته. إذن مشاهدينا، هذه كما تشاهدون مراسم مغادرة الرئيس عون القصر الجمهوري، ومن المقرر أن يلقي كلمة بهذه المناسبة. أيضا هناك كانت كثير من ردود الأفعال حول خروجه بعد 6 سنوات عانى فيها لبنان من أزمات اقتصادية وسياسية وعزلة سياسية أيضا مع الجانب العربي. كنا أيضا سلطنا الضوء على ما ذكره حزب الله حسن نصر الله تحديدا. حتى الآن كما شهد لبنان أو البرلمان اللبناني 4 جلسات لمحاولة انتخاب رئيس للجمهورية، إلا أن كل هذه الـ4 الجلسات البرلمانية فشلت في انتخاب الرئيس. وأيضا كان هناك إجراء قام به الرئيس عون قبل مغادرته بتوقيع مراسم إقالة الحكومة. إذن مشاهدينا كما تشاهدون، وكنا أيضا نتحدث من وسائل الإعلام اللبنانية كانت تحدثت بأن الرئيس ميشيل عون وقع على مرسوم إقالة الحكومة، إلا أن الأنباء ما زالت متضاربة حتى الآن، وهناك ترقب لهذه الخطوة، حيث ذكر عدد كبير من المحللين بأن لبنان ربما يبدأ الدخول في مرحلة الشغور الرئاسي وأيضا فراغ حكومي إن فعلا وقع الرئيس على مرسوم مغادرة أو استقالة الحكومة برئاسة نجيب ميقاتي. طبعا كل هذه الخطوات السياسية ربما يكون لها تداعيات أيضا في ظل ما يعاني منه لبنان من أزمات اقتصادية حادة، وهناك أيضا بعض التجاذبات السياسية الإقليمية والدولية التي لا يمكن أن يغفل لبنان أن يكون لاعب ومؤثر في هذه. إذن هذه الصور نشير بأن الرئيس ميشيل عون في بدء مراسم مغادرته من القصر الجمهوري، على ما يبدو بأنه يودع ويصافح موظفيه في القصر. إذن مشاهدينا، يعني بعد 6 سنوات قضاها الرئيس ميشيل عون في القصر الجمهوري، أيضا نشاهد بأن هناك مظاهرات واحتفالات من مناصريه احتفالا بمغادرته ودخول لبنان في الشغور الرئاسي. إذن مشاهدينا، كانت هذه مشاهد من مغادرة الرئيس عون قصر بعبدة، وطبعا الفراغ الرئاسي يدخل لبنان الآن، وهناك ترقب حسب وسائل الإعلام بعد الأنباء المتضاربة بأن الرئيس ميشيل عون هل وقع على مرسوم إقالة الحكومة برئاسة نجيب ميقاتي ليدخل لبنان أيضا في شغور الحكومة. وبالطبع سنتابع كل هذه التطورات السياسية وما هي تداعياتها على لبنان في ظل الوضع الاقتصادي الذي يعاني منه البلاد. Thank you.
الرئيس عون يغادر قصر بعبدة ولبنان يدخل في الفراغ الرئاسي، وكانت هذه ليست المرة الأولى التي يعاني منها لبنان في فراغ الرئاسي قبل مجيء الرئيس ميشيل عون. كان هناك فراغ رئاسي عانى منه لبنان فترة طويلة في عام 2018، وبعد ذلك تم انتخاب الرئيس ميشيل عون عندما جاء بتسوية سياسية، إلا أن البلاد عانى في هذه الفترة 6 سنوات من حكمه من تردي الأوضاع الاقتصادية، وأيضا عزلة لبنان عن محيطه العربي، والبعض طبعا صنف هذه العزلة بأنه أصبح ينتمي إلى المحور الإيراني، وذلك بسبب هيمنة ميليشيا حزب الله على الدولة اللبنانية وتداعيات ذلك الأمر سياسيا وعسكريا أيضا على البلاد. هناك أيضا نشير بأنه ما زالت الأنباء متضاربة، إن كان الرئيس ميشيل عون وقع على مرسوم إقالة الحكومة ليدخل لبنان في فراغ حكومي بعد أن دخل الآن بمغادرة الرئيس قصر بعبدة في الفراغ الرئاسي. تداعيات هذا الفراغ الرئاسي ربما سنسلط الضوء عليه في خلال ساعاتنا المقبلة، وقد يكون ذلك أيضا خلال هذه الساعة. نشير بأنه كان من ما سجل في عهد الرئيس ميشيل عون وهو توقيع المرسوم الترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل. على ما يبدو هناك ترقبا لكلمة الرئيس ميشيل عون قبل مغادرته.